Bonjour à toutes et à tous, vous êtes le bienvenu chez Cuisine Malia. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose smoothie à la banane, kaki, mandarine et citron. Et une cuillère de miel. مرحبا بكم أصحابي وحبيبي كوجينة مالية. اليوم مش نحضر سموتي بالبنان والكاكي وشطر كعيبة مدنينة وعنا مغرفة متاع عسل والقارس نحطوه باش البنان ما يكحناش ونخلوه نهار كامل وما يتبدلش لونه سموتي بتاعه. روسيت الحقيقة نحضرها في الصباح ونحضرها لمجة زادة العشية للصغيرات، حاجة روعة وممتازة جدا. الكاكي إذا كان مش متوفرة نجمو نعوضوها بغلة أخرى، وعنا نجمو نحطو شوية نصيف مغرفة متاع سكين كبير في السموتي هذي. أمانة اليوم مش متوفر لي، ما حطيتش، وعنا كيس ماء. فوالا ميزامي، جو بريبار مي فوير بانان مندارين كاكي اي جو دو سيترون، و فو بروني تو سامبلومون لا مواتي دان سيترون. On a du miel, mais vous pouvez le remplacer avec le sucre si vous n'avez pas du miel à la maison. Là, je coupe mes feuilles. Je prépare mon mixeur. نقص الغلة نتاعي والكاكي مغسول مريق الأمور وكعيبة المدنينة وعنا الكيس ماء. ورسيت هذه الحقيقة تحفونا برشا في الصباح ولا في العشية ولا حتى كي جونا ضياف على غفلة، راهو نحضروا جي في الدار. المهم عن الميكسير نجمو نحضروا أي غلة موجودة ونخلطوها مع بعضها ويجيكم روعة. الغلة معناها أي غلة نحطوها مع بعضها تتماشى. وما اليوم البنان والكاكي والمندانينة راهم يجوا مطعم بنين برشا. جربوه الرسيت وتشوفوا وتحطوا كيما قلت لكم معناها شويه سكين كبير به برشا للصحه في الصباح، خاصه يوميا سكين كبير تحطوه في الجيم نتاعكم ولا حتى في الماكله، حاجه رب. القارص كيما شفتوا باش ما اول حاجه به القارص للصحه، وثاني حاجه باش البنان نتاعنا ما يكحلش. ميزامي، جيمي دي سيترون، فو بوفي لو رومبلاسي avec de l'eau de fleurs ou notre parfum, mais la raison je mets du citron, comme ça je peux le garder toute la journée et ça bouge pas et ça change pas la couleur, surtout pour la banane. Là j'ajoute l'eau. Moi je prépare deux verres, donc alors je mets qu'un seul verre d'eau. حطيت كيس نتاع ماء ونحط مغرفة العسل، وإذا كان مش متوفر العسل راهو نحطو سكر مستحسن باش يجيكم من المطعم من نفس الروسيات هذيا. معناها الميلونج هذيا راهو روعة، خاصة في الصباح نمشيو نخدمو نحضرو حاجة تصلح الفطور الصباح. وما نصحكوش تحضرو كيس جو ومعاه قهوة وتغطين ولا كتب اشترك في بقى عيبتي مادلين وإلا الموجود في الدار. مادلين هذية أنا خدمته عنده مدة، وإذا كانت تحبوا تشوفوا الروسيت راهي موجودة في القناة بتاعي. ولا جيمي دي مادلين، سي فو فولي فوار لا روسيت لي سور ما شين نيزيتي. ولا كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الجي نتاعنا حضر مزيان الاخر. اذا كنت تحبوا اكثر يكون ليكيد تزيدوا اكثر ماء، انا نفضوا بالطريقه دي. على زوز كيسين، مش نحضر زوز كيسين، حطيت كويس ماء والمقدار هذاك اللي حطيته نتاع البنان والكاكي هاكا يجيكم زوز كيسين بالضبط. ولا بور دو فير جي مي ان فير دو. تنجموا تحطوا في بقعة المدنينة البرتقال زي كيف كيف، أما المدنينة مع الميلونج هذي المطعم متاعها يجي روعة. ما نحكي لكمش على البنة متاع الجي هذي، وخاصة توا السيزون متاع المدنينة به برشا كي نبدو نستغلوا الفرص كي تبدأ الغلة موجودة في الوقت متاعها. ان شاء الله عجبتكم الطريقة وان شاء الله تجربوها. ما تنسيوش بارتاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب، تحطوا جيم اذا كان عجبتكم الروسيت، وما تنسونيش في الكومنتير تقولوا لي شنو عجبكم في القناه نتاعي واللي ما عجبكمش، وتسالوا اذا كان عندكم سؤالات تحبوا تسالوها مرحبا بكم، ما فهمش حتى مشكله. فوالا ميز امي، كوم فو فوايي نوتر روسيت على اللي على فا. جيسبر كو فوز افي ايمي ما فاصون دو بريباري سو سموتي بور لو بيتي ديجيني. نيزيتي با ا فوز ابوني، à partager la vidéo avec vos amis
et la famille. Et vous me laissez des commentaires. Vous me dites qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne et de mes recettes. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. نبقى لي كنقول لكم بالسلامة صحابي وحبيبي، تبقوا على خير وفي أمان الله، وخليكم مع المناظر الخلابة في آخر الفيديو. تبقوا على خير وفي أمان الله.